مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدا منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو مصادع كشم لأصحاب كسرى غير ملتائم والنار خامدة والأنفاس من أسفي عليه والنهر ساه العين من سدمي وساء سواتاء غلط بحيرتها وساء سواتاء غلط بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين لهمي كأن بالنار ما بالماء من بلالي حزنا وبالماء ما بالنار من ضرمي والجن تهتف والأنوار سطيعة والحق يظهر من معنى ومن كلم حام وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوى مكاهنه بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاين في الأفق من شهوب منقلات وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من شياطين يقفو إثرام هزيم كأنهم هربان أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحته رومي نبذا به بعد تسبيهم ببطنه ما نبذ المسبح من أحشاء ملتقيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.